انا ومحمد بشير، مش عارفه هو موجود ولا راح فين، مش موجود. كنا قاعدين في ان احنا بنتكلم على الاغاني اللي هو بيقدمها، لانها كلها ليها علاقه بالستات، وان هو بياخد اغاني من الاغاني بتاعه الستات بتاعه اسوان وبيعدل عليها شويه وبيغير الاغاني، بس بياخد نفس الايقاع نفس التيمبو نفس اللزمات. وبعدين كان طولت بيحكي عن الحاجات اللي بيسجلها لعمته وجدته، وبعدين قعد كان بيحكي بان هو متاثر جدا ان هم جدته بقت متوفيه دلوقتي مثلا، فالاغاني راحت مع جدته. فانا قعدت اقول له طب انت ليه ما بتجمعش الحاجات دي؟ فاكتشفت ان هو كان مسجل شرايط بتحكي عن دوت، وكان بيسجل لهم في الافراح وهو صغير. بعدين جت الفكره من اول هنا، ايه ده، طب ليه، طب ما احنا ممكن نروح اسوان وندور ونجمع ونشوف الموضوع ده بدا فين، ولا وصل لحد فين، ولا خلص ازاي. فانا بدانا نكتب، بس فكره ان انت تسافر اسوان، مش هتروح انت، احنا في القاهره وبيننا وبين اسوان لو قلنا بالقطر 12 ساعه على الاقل، فاحنا ما نعرفش ناس في اسوان تساعدنا ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه. جيت دورت شويه اونلاين لو في حد مجمع ده قبل كده علشان اشوف هو واقف فين واكمل من بعده، ما لقيتش اصلا حد مجمع عن حاجات ليها علاقه بالغنى بتاع تراث الستات الجعفره. جينا دورنا الاول قبل ما نروح عشان نقدر نروح بالخمس ست شهور، لغايه ما بالصدفة قابلت مروة سعودي وبحكي لها لو هي تقدر تساعدنا في ان احنا نلاقي دعم ان احنا نتحرك ونروح ونيجي. بعدين حكيت لي، انا كنت بكلمها على مؤسسة تانية لو تعرف فيها حد، فكانت لي ان اضيف عاملة ان انا اقدر اقدم ان هي تقدر تدعم الموضوع. وقدمت، وبعدين كتبنا ورقة وقدمناها وهم وافقوا ان هم يدعموا الموضوع، وبدأنا نشتغل. سافرنا اسوان، طبعا في كم حاجات صعبة شفناها وحاجات مرحة وبيوت كريمة وغنى فظيع، وكل ما بنسافر قرية بنكتشف حاجة. احنا رحنا 12 قرية في أسوان، خدنا من أول خط الجعفرة من أول خطارة لحد ما وصلنا لإدفو، بس ما عدناش كل الحاجات ورا بعضها بالترتيب. يعني في قرى ممكن نروح الخطارة والجعفرة لو في قرية في النص مش شرط نكون رحناها. احنا اشتغلنا بطريقة كده ان احنا كان في ناس، احنا قررنا ان احنا لازم الكرو اللي يشتغل، كان في من القاهره انا وهبه واحمد منيب ومازن منيب وسلام يسري، وكان بقيه الفريق كله من اسوان، وكان في ناس بتروح وتيجي علينا طول السفريات يعني. فقررنا كل بقيه الفريق اللي هيشتغل معانا. فكان في الاول قابلنا استاذ احمد ابو خنيجر، هو كان اول حد نقابله في اسوان، وهو اللي كان بيعرفنا ازاي نتعامل مع الستات، ازاي نتكلم معاهم، ايه اللي الطريقه اللي احنا لما نتكلم معاهم تبقى مناسبه للحياه، وان احنا ما نبقاش اللي هو يعني ما نبقاش شكلنا شاذ في وسطيهم يعني. بعدها على طول قابلنا عم جمال حداد، هو موجود معانا، لازم نسقف له جدا لانه هو عم جمال تقريبا ثلاث ارباع المشروع. عم جمال هو اللي كان بيعرفنا نروح فين ونيجي منين وازاي نتكلم. هو في الاول كان مستعجب ايه اللي احنا بنعمله، لان فكره انك تخشي بيوت احنا غرب عن البلد، مش معروفين، وفي توقيتات سياسيه وقت بقى تمرد و 30/6 وبعدها فضل الاعتصام وكل الحاجات، فاللي هو مين الناس العجيبه اللي جايه تصور وداخله كل البيوت وبتلف القرى، وطلعت علينا اشاعه ان احنا تمرد وكنا مفضوحين فضيحه فظيعه. وفي الاخر اخر ما زيت بقيت اقول للناس انا مش تمرد، انا اللي بمول تمرد. بس فكان عم جمال هو كان بيساعدنا، وهو في طول الوقت مش فاهم يعني، هو متحمس يساعد بس هو مش يعني نظرا لتكوينة البلد اللي هو الموضوع مش سهل، بس هو اكتشف ان الناس كمان كتير من الستات بنقابلهم بيبقوا نفسهم يغنوا ويسجلوا بس ما بيردوش مثلا، وناس ثانيه بتغني وبيتحمسوا جدا ان هم يعملوا ده. فهو كان بعد ما خلصنا حتى كنا بنتكلم معاه اللي هو مش مصدق ازاي احنا قدرنا نعمل التكوينه دي. حتى كان مره هو بيقول فكره ان احنا نقعد نسجل مع الناس وهم يستقبلوا ده ما كانتش اسهل حاجه يعني. احنا جمعنا اغاني كتير جدا، ممكن نقول احنا طلعنا ب 160 اغنيه تحديدا بدون الحاجات المتكرره. الموضوع ده بنعتبره مرحله اولى، بعدها احنا مكملين. احنا طلعنا فيلم، سلام هيتكلم عن قصه الفيلم وتكملته وكل الكلام ده.
بعدين المفروض ان احنا في طريقنا احنا بنعمل ارشيف اونلاين بيجمع كل الماتيريال اللي احنا جمعناها تبقى موجوده اونلاين، اي حد يقدر يستخدمها ويعدل عليها ويطور عليها. بس كفايه عليا، مش قادره اقول كلام كتير. اخر حاجه بس انا عايزه اقولها، في ناس احنا اشتغلنا، احنا الاربعه اللي كهرتوا في المشروع اللي هم اللي انا قلتهم في الاول او الخمسه، في ناس طول الوقت ليها دور مهم جدا واشتغلت معانا وطلع عينها برضو، لان فكره ان تسافر اسوان، اللي راح في اسوان واللي عايش في اسوان يعني ايه تسافر 5 6 7 8 رمضان 9 10 يعني كان شهر الشوي. كان في معانا اول ما سافرنا خالص كان محمد صادق ميدو، شيء معانا جدا على فكره، وكان عامل معانا شغل حلو. وبعدها كان في برده معانا من ناس تشتغل في هندسه الصوت، كان معانا شادي محمود هو برده موجود معانا، ومعانا زين. ده كان الفريق اللي كان شغال من القاهره. في فريق كمان كبير كان شغال في اسوان من الباحثات، كان في وفاء عشري وقسمه كتول، دول برده يعني لفوا معانا كل القرى في نفس التوقيت الحر ده يعني. طيب عندها على سلام يا استاذ سلام، استاذ سلام جاي اهو. لازم اقول لكم قصه دراميه انا عملتها في استاذ سلام. احنا عاملين ماتيريال معقد جدا، كل حته شخص مصورها بدون اي فكر اخراجي، انا كنت بصور على مزاجي. بعدين جيت رميت الماتيريال كله لسلام واتصرف، انا عايزه فيلم وعايزه كل حاجه بقى، فيلم وريبورت وكل الحاجات اللي ممكن تطلع من الماتيريال. بعدين قعد يشتغل كتير جدا كل شويه اتفرج، وقبل العرض بثلاث ايام قررت اروح اتفرجت، مفيش حاجه اتغيرت كتير، هو زود شويه حاجات وانا قررت اقعد اعيط. اللي هو وما عنديش اسباب قادره اقولها له، انا متضايقه اللي هو عايزه الموضوع يبقى شكله معين، وانا قعدت اعيط وهو شكله حلو، بس يعني من كتر التوتر قعدت اعيط له، بس هو جبر بخاطري والله. استاذ سليم ايه فايده الحكايه دي؟ طب هتقفي معايا بقى؟ هتمشي؟ مساء الخير. I'll try to give a brief translation in English for those who don't speak Arabic as well. بس هقدم لكم الاول الفكره بتاعت الفيلم. هو الحقيقه بشكل مختصر كده، مها وهبه جم كلموني وحكوا لي على فكره المشروع، وكانوا عايزيني ارسم يعني قصه كده ارسمها للريبورت بتاعهم، التقرير النهائي للمشروع. فانا قلت لهم طيب بدل ما ارسم وخلاص على حكايه، فانا عايز اجي احضر معاكم المشروع واجي اسوان واشوف الحاله واخد سكتشات وحاجات كده. وقليل اصلا من الناس اللي يعرفوا ان انا برسم اصلا، ولكن المهم رحت معاهم وخدت معايا كاميرتي كالعاده، وبعدين بدات اصور، ولقيت انه الموضوع يعني مهم جدا يطلع الصوره دي، تطلع بالصوت والتجربه دي تتنقل. فده كان اول خطوه لانه اتكلم مع هبه ومها انه ايه رايكم نعمل فيلم تسجيلي. وكانوا هم راحوا رحله قبلي اسبوع، وانا رحت معاهم رحله اسبوع، وبعدين راحوا رحله بعدي انا ما رحتش معاهم، وكان احمد هو اللي بيصور، احمد منيب. المهم انه في الاخر جه الماتيريال كله وبدات اتفرج عليه، وبدات ابني فيلم، وبدات اكتشف ان هو هيبقى فيلم طويل. اللي انا حابب اقوله على المشروع ده قد ايه هو مهم، كنز الستات يعني كمشروع توثيقي للاغاني دي. الحقيقه التجربه كمان الانسانيه اللي ورا الستات اللي بيغنوا، مش بس الستات، لان الستات مش بمعزل كده، مش قاعدين لوحدهم بيغنوا خلاص، الرجاله كمان اللي كانوا حاضرين وقت التسجيلات دي كانوا مهمين جدا، والعلاقه بينهم وبين الست اللي هي الكبيره، عشان كده انا سميت الفيلم ورث الكبيره، لانه ما لقيتش ابدا في الجنوب راجل بيحكي عن ابوه او عن جده، بيحكوا دايما عن الام او عن الجده. وقد ايه بعين شخص مصري ما مش منعزل قوي يعني، ولا من طبقه يعني بتبص للناس من فوق وكده، لقيت انه الموضوع بيعرفنا كتير عن انه مصر مش بلد مقفوله، بالعكس يمكن القرى متفتحه اكتر بكتير من القاهره. ف briefly so you will see you will watch a part an extra of the video I've been working on
a long documentary that should be actually finished maybe in 3 months, depending on the time. But anyways, you will see 22 minutes. This is an experience that was an eye-opener, even to Egyptians, not only to people who see Egypt from an outsider point of view, that actually it's not as conservative or closed as we see it, I guess, but it's actually a very open-minded society. It's very matriarchal, as I think myself from the talks I have had with the women there. يعني في ست بتقول لي على فكرة احنا هنا ثقافة أنثوية. ست في قرية اسمها الخطارة، القرية دي تعداد سكانها أظن قد إيه؟ الخطارة 7000 8000 شخص، مش أكتر من كده. أنا فعلا يعني قد إيه اتبسطت وقد إيه سعيد إن أنا شاركت في المشروع ده، وأسيبكم على الفيلم وأسف إن أنا طولت، وبشكر هبة ومها وبشكر ميدو وأحمد منيب ومازن وكل الناس، وبشكركم إن جيتوا استمتعوا. اللي جاي محمد بشير. هو هيغني دلوقتي 4 أغاني من شغله هو اللي ليه علاقة بكنز الستات، حتى لو هو كان واخد الأغاني وفيها شوية كلمات متعدلة. فهو هيبتدي دلوقتي. قبل ما يبتدي بس أنا عايزة أقول كلمة صغيرة جدا. في علي شعث، هو الله يرحمه، هو كان مدير مؤسسة أضف. هو كان من أكتر الناس اللي كانت بتقعد تقول اللي هو احنا شطار وتحركوا. انا كنت كل ما اسافر سفريه وارجع اقعد افرجه على الشغل واقعد اقول له انا عكيت وانا ما عملتش الشغل كويس، بس المره الجايه هشتغل كويس، وبعدين يتفرج على الشغل يطلع حلو. فكان طول الوقت بيحمسنا يعني ان احنا نتحرك ونشتغل على المشروع. وهو صاحب فكره ان احنا نعمل فكره ارشيف مفتوح. هو قعد فتره طويله في اجتماع كده قعد يقول لي انتي ولازم اهم حاجه تركزوا على الاركايف، لازم يتعمل مش عارفه بطريقه ازاي، وانا قاعده تمام. وبعدين قعد قال كلمه اركايف دي 15 مره وانا بتعامل ايه كلمه اركايف دي، بس محرجه اساله يعني. خرج من هنا كانت معايا هبه، فبسال هبه هو ايه كلمه اركايف، قالت لي ده ارشيف. قلت لها ارشيف ده انا بتعامل مع كلمه ارشيف انها كلمه انجليزي اساسا. فاول ما جه بقى هبه قولي عايز تعمل اركايف عامل ازاي، وعملت فيها فاهمه يعني. فان شاء الله هنعمل الارشيف زي ما هو كان عايز. هسيبكم بقى مع بشير. مساء الخير، ومبسوطين ان احنا موجودين معاكم النهارده، وبحب اشكر مها على المجهود الكبير اللي عملته. بجد هي حققت لي حلم من الاحلام اللي كنت بحلم بيها، ان احنا نجمع الاغاني بتاعتنا بتاعت الجدات والعمات عندنا في اسوان. وهي ابتدت المشروع وان شاء الله هتكمله بشكل اكتر وبتركيز اكبر ان شاء الله، وهتجمع حاجات انا شايف ان هي لازم لسه تتجمع تاني ان شاء الله. بس بشكرها على المجهود الكبير اللي عملته، وان هي قدرت تنقل الحاجات دي وتجيبها هنا القاهره، لان في ناس كتيره جدا ما كانوش يعرفوا ان في حاجه تانية هناك الناس بتعملها، قبائل العربيه اللي موجودين هناك وكده. فانا بشكرها وبشكر مؤسسه اضف ان هي قبلت المشروع ودعمته بشكل كبير. شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة، أخدها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة. في شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة، أخدها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة.
صبر ولا جنو من رب العباد اطلبوا واتمنوا اصبر يا شباب والصبر ولا جنو من رب العباد اطلبوا واتمنوا اللي معاه فلوس غالي ورخيص شارنو شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة أخذها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة وغالت بعرخيص زعل اللي عارف القيمة في شبكة الغشيم وقعت يوم غزالة أخدها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة في شبكة الغشيم وقعت يوم غزالة ولا في عدالة شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة أخدها من الحكيم ياك ولا فيه عدالة في شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة أخدها من الحكيم ياك ولا فيه عدالة هنغني أغنية عمارية دي البوابة، وعمارية دي البوابة من كلمات الشاعر فيصل الموصلي، وهي من الأغاني بتاعتنا بتاعت الجنوب عندنا في البلد، وهنلعبها مع بعض دلوقتي.
عمر يا دار عمران بناسها وجيران، وعمر يا دار عمران بناسها وجيران، والفرح يبقى حدان والعطشان يرتوي. الأغنية دي على فكرة ليها حدوتة، أغنية جنب بيت العمدة، هي أصلا كانوا بيغنوها الستات الكبار عندنا في البلد زمان، بس قعدت مع صديق الشاعر سمير سعدي وقررنا نكتب عليها كلام. فبشكر سمير إن هو عمل الكلام الحلو دي عليها. جنب بيت العمدة. جنب بيت العمدة ريتك حبيبي، وجنب بيت العمدة لبس القطيفة، وجنب بيت العمدة والضحكة لولي، وجنب بيت العمدة لولي لولي لولي، وانا قول وتقولي
رفرف بجناح لما الحبيب طبب له جراح طري الغرام رفرف بجناح لما الحبيب طبب له جراح وبكف ايده لقط له الغلة مية شهد سقى من الجلة فرحوا الصبارة قصوا الحجالة بجنب بيت العمدة حبيب ورده بيفوق يملى المكان بحلاوة الروح عشان أنا همسك في البوق شايله في قلبي وين ما بروح فرحي بغنى مش بس جوالا جنب بيت العمدة لبس القطيفة وجنب بيت العمدة والضحكة لولي 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 وانا اقول وتقولي لولي 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 وانا اقول وتقولي لا 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 يا حزني لا 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 الفرح منورين والله حبيبي يا سيد خالك ويكمني شدت رحالي
وضربني وكسر جلالي هي جلالي يا جلالي وضربني وكسر جلالي يا جلالي يا جلالي وضربني وكسر جلالي يا جلالي يا جلالي وضربني وكسر جلالي يا جلالي يا جلالي وضربني وكسر جلالي ما قلت له مغرم يا بابا وقلت له مغرم صبابا ما قلت له مغرم يا بابا وقلت له مغرم صبابا انا مش شوك قلبي ربابا ضربني وكسر جلالي يا جلالي ويا جلالي وضربني 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 وكسر جلالي واحذر هلاكك في العرين
وغزل كلامك على نولي مني يا دنيا ما حتنولي احذرها لك يا ليل يا ليل يا ليل احذرها لك في العريق يا ليل يا ليل يا ليل احذرها لك في العريق ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليالي احذرها لك في العريق. قبل ما نغني اخر اغنيه بس محمد لبيب ساكسو كلارينيت ساكسفون كلارينيت بدر كمان زيتونه طبلة ودف هو في الغالب بيلعب بركشن بس يعني النهارده جايين يلعبوا حاجات بسيطه كده بشكرهم بجد يعني وميخا بطل العالم في الطبلة Thank you.
بنشكركم مره تانية ان احنا كنا موجودين معاكم النهارده، وبكرر برضو الشكر لسمكه على المجهود اللي عملته، وبتمنى ان هي تكمل كمان. شكرا. البرنامج اسمه مبادرات التعبير الرقمي. من خلال البرنامج دعمنا اكتر من 45 مشروع تقنيا وماديا، ومش عارفه بقى لو ينفع نقول كده ولا لا، بس يعني انا كمان كنت بشوف ان احنا بندعم مشاريع روحيا كمان يعني. وكنز ستات كان واحد من المشاريع دي اللي احنا فعلا كنا متحمسين ليه جدا، ومبسوطين قوي يعني بالفكره، وعارفين ان قد ايه ناس مهتمه بيها، وفي ناس بالفعل اشتغلت على حاجات زي كده وجمعت مواد كتيره من حتت مختلفه. بس كان الحاجه دايما اللي بتبقى ناقصه فكره ان احنا نوثق ده ونارشفه. وهنا كان بيجي دور اضيف اللي هي معنيه بالحاجات دي اللي هي كتير قوي ناس ممكن بتكون ما بتعرفش تعملها او مش عارف ان ده ممكن يكون موجود. فمن خلال كنز ستات شجعنا المجموعه اللي هي اشتغلت بجد كده بقلبها ان هم يارشفوا كل الشغل ده، ويبقى ارشيف حر موجود متواجد، ان الناس تقدر تاخد منه، تزود عليه، تعدل عليه، يكتبوا كومنتس. والمفروض ما هتشير لينا يعني في وقت ما على الارشيف ده ممكن ازاي نوصل له، العنوان بتاعه يعني. هو وترني طبعا شويه الولد. ممكن التليفون عشان كنت حاطه نوتس. كنت عايزه اقول من الحاجات اللي فعلا عملوها حلوه قوي في المشروع ان هم وثقوا كل الرحله بتاعتهم دي في ال 12 قريه فيديو وصور وصوت، وكمان الاغاني اللي هي اتغنت كان في بنات بيكتبوا كمان الاغاني علشان مش كل الناس يقدروا يفهموا اللكنه اللي في اسوان. والمفروض كل ده هيكون متاح. وتقول لنا عليه معها يعني. بس في الاخر يعني احب ان انا يعني عايزاكم طبعا تبصوا على الويب سايت بتاعت مؤسسه التعبير الرقمي اللي هي اضيف، وتتواصلوا يعني معانا يعني باي طريقه تحبوها، وتقولنا احنا في المقطم في مكان دايما مفتوح لكل الناس يحبوا لو عندهم اي اسئله، لو في ورش دايما شغاله هناك في اضيف دكه، ويا ريت ودايما مفتوح برضو الموضوع يعني ان انتوا تقترحوا واحنا يعني نشوف ازاي اللي ممكن نعمله مع بعض. ودايما زي ما بنقول الدعم ده اللي هو بالروح ده وبالمشاركه اهم حاجه فعلا بشوفها في اضيف. وبالنسبه لكنز ستات اللي يقدر فيكم يساعدهم او يدعمهم باي طريقه انتوا شايفينها ازاي يكملوا من هنا، ازاي يوثقوا ده بشكل احسن او ازاي ده ينتشر اكتر، يا ريت تدعموهم برضو يعني بالطرق المختلفه اللي انتوا شايفينها. وشكرا، واسيبكم بقى مع الستات الحلوه قوي اللي شفتها وانا داخله زي القمر. سليم غير اسمي وسماني سمككه. دلوقتي يعني هيقعدوا دلوقتي وهيظبطوا الصوت بالظبط عشان يبداوا. الحاجه عائشه هم اول مره بيطلعوا على مسرح قدام الجمهور بالطريقه دي. هم طول الوقت في اسوان الغنى بالنسبه لهم اي شعور بيبقى بيترجموا غنى، فرحوا بيغنوا، زعلوا بيغنوا، راحوا يحجوا بيغنوا، اعتمروا بيغنوا، مدح بيمدحوا الرسول طول الوقت. احكي لكم حاجه عن الحاجه عائشه. هي لما راحت تعمل عمره قعدت تمدح الرسول من اول ما خرجت من اسوان لحد ما وصلت السعوديه في مكه لحد ما رجعت تاني مصر، على وهي سافرت بالباخره بتمدح لحد من اول ما راحت لحد ما رجعت. فهتسمعوها دلوقتي وعايزه حماس بقى. حلوة 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 وصلاة النبي حلوة حلوة حلوة
النبي حلوة وصلاة النبي حلوة. أول قولنا بسم الله ولا إله إلا الله. أول قولنا بسم الله ولا إله إلا الله. ورفع السماء وعلى وصلاة النبي حلوة حلوة وصلاة النبي حلوة وصلاة النبي حلوة. وتاني قولنا بسم الله على محمد رسول الله. وتاني قولنا بسم الله على محمد رسول الله. يا مسلم واحد الله وصلاة النبي حلوة حلوة وصلاة النبي حلوة وصلاة النبي حلوة وصلاة النبي. وأول ما بتلقى لام عليها الصلاة والسلام وترفع الحجر علم وصلاة النبي حلوة حلوة وصلاة النبي حلوة وصلاة النبي حلوة. وأول ما بادينا على محمد صلينا وأول ما بادينا على محمد صلينا أرض البيت أدلينا وصلاة النبي حلوة محمد خيط طامي لصلاة النبي حلوة
نشوف له يا مدد يا مدد يا مدد يا رسول الله. نشوف له أنا هقول الكوبلي الأول أنت وراه. يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد سيدنا الحسين نظرة ومدد يا مدد يا مدد الله يا مدد يا مدد الله يا مدد يا مدد سيدنا الحسين نظرة ومدد ورأيته في النوم نزلت دموع يعوم ورأيته في النوم نزلت دموع يعوم ويا ناس أنا المظلوم في حب رسول الله وتبشر الإسلام بنصرة الدين يا مداد يا مداد الله يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد سيدنا الحسين نظرة ومداد ده نبينا ما فيش أمثاله بالبرق جبرين قتاله ده نبينا ما فيش أمثاله بالبرق جبرين قتاله والقمر سلم عليه يا مداد وهبه لي يا محمد رسول الله.
الحب يهين اه لو يدرى الحبيب او هجره شي يجنن شي يزيد النار لهيب او هجره شي يجنن يزيد النار لهيب ويا ناس انا العليل وفي حبه زليل ويا ناس انا العليل وفي حبه زليل وجابولي الاطباء قلت ما ينفع الطبيب وقالوا لي ايه دواك قلت دواي عند الحبيب شفت دول كلهم اتبسطت الحمد لله. يا حبيبي يلا ماشي يا حبيبي يلا يلا لا حلحمة يلا انت بس قابل البطاقة الحال
مشتاقين بقلوبنا هيمانين وشدينا ريحنا دخلنا من باب السلام لحال الحمام الله للمقام حول النروان للنبي غنى روحنا مشتاقين بقلوبنا هيمانين روحنا مشتاقين لقلوبنا هيمانين وشدينا قصدينا القبة الخضراء يا سيدنا النبي نظرة ولما دخلنا الحضرة الحضرة ردينا السلام لحال الحمام الله للمقام حتى الكروان للنبي غنى لحال الحمام حول حول المقام حتى الكروان للنبي غنى لحال الحمام حول يا رب تكونوا مبسوطين بقى وما نكونش هنا الله يخليك هنبدا الله 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 يلا بقى يا ريت كلكم تقولوا معايا الله 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 بس كل مقصد قضية تقول الله الله يلا يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قصيدة على سيدنا محمد رضي الله عنه وارضاه صلى الله عليه وسلم توصفه بقى في كرمه وفي أخلاقه وفي نبله وفي كل شيء علمه لنا توصفه في القصيدة دي قصيدة في كل شيء ربنا يقدرني وأقدر أقولها كويس يلا يا جماعة صلاة الله ربي ذو الجلال الله الله على نور الهدى به الجمال الله الله وتسليما من المولى القدير الله الله
أجود من صحابه الله الله كريم الكف أجود من صحابه الله الله سريع في العطاء وفي النوال الله الله سريع في العطاء وفي النوال الله الله له قدما إلى الطاعات يسعى الله الله بها ويغوب في دج الليالي الله الله بها ويغوب في دج الليالي الله الله حبيبي جل من سواك خلقا الله الله حبيبي جل من سواك خلقا الله الله ولم يخلق مثلك في الرجال الله الله ولم يخلق مثلك في الرجال الله الله كساك الحسن أكملك وخاصة الله الله بتاج النور ما حسن الخصال الله الله بتاج النور ما حسن الخصال الله الله وفوق المرسلين رفعت قدرا الله الله وفوق المرسلين رفعت قدرا الله الله وفوق المرسلين رفعت قدرا الله الله وكملك المهمل بالكمال الله الله وكملك المكمل بالكمال الله الله فما في الملك مثلك من رسول الله الله فما في الملك مثلك من رسول الله الله فما في الملك مثلك من رسول الله الله حويت الفخر والرتب العوالي الله الله ونلت العز من دون البرايا الله الله ونلت العز مع كل الاماني الله الله وحبك يا حبيبي فرض عيني الله الله وحبك يا حبيبي فرض عيني الله الله وقلبي فيك مشغولا وبالي الله الله وقلبي بك مشغولا وبالي الله الله انا عبد ضعيف من ذنوبي الله الله انا عبد ضعيف من ذنوبي الله الله وجسمي من عظيم الذنب بالي الله الله وجسمي من عظيم الذنب بالي الله الله ولا ادري اعفو ام اجازي الله الله ولا في الحشر ادري كيف حالي الله الله ولا في الحشر ادري كيف حالي الله الله انا العبد الذليل وانت جاهل الله الله انا في العالمين سوى كمالي الله الله انا يا مصطفى قصر الذنوب الله الله وارجو العفو من مولى الموالي الله الله انا يا ابني محمد ابقى المناوي الله الله انا من صالح الاعمال خالي الله الله انا يا ابني محمد ابقى المناوي الله الله انا من صالح الاعمال خالي الله الله فكن شفيعا يا مصطفانا الله الله وعونا في المهام الثقال الله الله وعونا في المهام الثقال الله الله انا اللي ارتديه لكشف ضري الله الله نحوي في الشدائد والنوالي الله الله عليك صلاة ربي كل وقت الله الله مع التسليم في كل المجال الله الله بالتعظيم والتحية واغفر لنا ذنوبنا والأسام شغال كده اه طيب احنا كده النهاردة خلصنا واشكر الحاجة عائشة أنا مسميها الكبيرة شكراً إن هم قدروا يجوا من أسوان لحد القاهرة عشان يوروكوا حاجات فعلاً هي مدفونة جوه الصعيد وفي الحاجة تحت اللي في آخر لحظة ما رضتش تطلع وشكراً لفاطمة وسارة وطبعا ندى ونوره طيب بعد اليوم اللي كان فيه كله غنى ومدح وكوميديا انا عاملاها على المسرح طول الوقت
بشكركم جدا لكل الناس اللي جت واهتمت وكل الناس اللي كملت للاخر. انتوا عظماء بجد. عملت لكم برنامج عجيب بس انتوا عظماء. وشكرا لعم جمال ان هو جه من اسوان لحد هنا برضو عشان تصبحوا على خير.